السلام عليكم ورحمة الله. لضبط اللوجو الخاص بالموقع نحتاج الذهاب إلى شيء يسمى هيدر بيلدر. بروح على الهيدر بيلدر، في داخل الهيدر بيلدر في عندي شيء اسمه ديفولت هيدر، بروح عليه تعديل. طبعا في الهيدر ديفولت بيلدر في عندي عدة أمور بقدر أستخدمها وأضيفها، يعني مثلا هنا في عندي النص اللي جاي عندكم في التوب بار، ممكن نشيل هذا النص من هنا. الأزرار الاجتماعية ممكن نعدلها، الشعار ممكن نعدله بخلال نقر على الشعار، بكبس على عام، بعمل رفع صورة، بختار إذا صورة من عندي، نبحث في المكتبة، نختار الشعار اللي بدنا إياه، بعدين بعمل حفظ. طبعا إذا في عندك عدة كيسات ممكن تستخدمها. بالنسبة لتخطيط الجوال ممكن أيضا تضبط الشعار خاص فيك، إذا كان عندك شعار للجوال أيضا ممكن تلعب فيه وتضبطه. تعمل حفظ، بعدين تعمل حفظ للرأس وتروح على الموقع تشوف اللوجو الجديد. طريقة حلوة ورائعة. بالنسبة للألوان الأخرى ممكن تغيرها، يعني مثلا نحن عندنا اللون جاي أخضر، ممكن أنا أجي أحكي أنا بدي لون مختلف شوي، فبدي بدل اللون الأخضر بدي أخذ هذا اللون الأحمر القاني، بدي أخذ أيضا اللون الأسود إنه لون الموقع. فممكن هاي الألوان أيضا أشتغل عليها من خلال الذهاب إلى الإعدادات. في عندي إشي اسمه إعدادات السمة، في محفظة متجر أنماط والألوان، أدخل عليها الأنماط والألوان، ومن هنا بتحكم في الألوان اللي بدي إياها. اللون الأساسي اللي عندي اللي راح يكون هو اللون الأحمر، فبعطيه القيمة اللي بدي إياها. اللون الثانوي اللي عندي راح يكون لون أسود، فبعطيه اللون اللي بدي إياه، وبعمل حفظ للخيارات. لما بتغير الألوان تعمل حفظ، تروح على الموقع بتعمل تحديث أو تشغيل مرة أخرى للصفحة. إذا حاولنا نغير الألوان، في ألوان ما تغيرت زي التوب بار اللي عندك في الأعلى ما تغير اللون. احنا ممكن نروح نظبط التوب بار، إذا ما بلزمنا التوب بار عرفنا منين نعدله، بنعدله من خلال الذهاب إلى تخطيط العام وهنا الصفحة. في عندي اللي هو توب بار بروح عليه من اعدادات الهيدر بيلدر، بقدر اظهر واخفي من خلال الديفولت هيدر. في التوب بار ممكن نيجي عليه تعديل عام، ممكن اعمل اخفاء على سطح المكتب واخفاء على الجوال واعمل حفظ. في التوب بار ممكن ايضا على الجوال نروح الوضع العام ونعمل اخفاء على الأجهزة كلها، ونعمل بعدين حفظ عشان ما نظهر التوب بار اللي عندي. بالنسبة للسلايدر الموجود، إعدادات سلايدر، في إن أكثر من سلايدر موجود، في إن إعدادات عامة لسلايدر في السيتينجز، في إعدادات العامة في داخل السيتينجز نلاحظ في عدة خيارات. في عندنا custom css، في responsive settings، في عندك امور مختلفة، وفي عندك سلايدات نفسهم. تدخل على الاعدادات، في عندنا السوبر ماركت الاصناف الرئيسية، تصنيفات الصفحة الرئيسية بدخل عليها تحرير. بعد ما ادخل على تحرير في عندي display options، في الكاتيجوري background بغيرها للباكجراوند اللي بدي اياها اللي هو هذا اللون. نفس الشيء الهوفر ممكن اختار ايضا نفس اللون بس
ممكن نختار نفس اللون. اوبس here we go. بس ممكن نختار درجة افتح مثلا، نعمل at the end of the day نعمل تحديث بحيث نحدث الصفحة وطريقة العرض. طبعا زي ما شفنا شلنا الشريط اللي فوق، هاي الأقسام الموجودة، طريقة حلوة وفنية. طبعا لزمنا أيضا نضبط الفوتر تحت في الموقع، فنقدر نروح على الخيارات الموجودة عندنا. في عنا أكثر من خيار، في عنا ووكوميرس، في عنا إعدادات السمة، في عندنا الفوتر، قسم الفوتر بكبس عليه وبختار الشكل اللي بدي أعمله. ممكن أختار تخطيط تذييل عمود منفرد وأختار المحتوى اللي بدي إياه. ممكن نضع أي شيء تحتاجه، ممكن أيضا النص الموجود هنا نتحكم فيه. طبعا ممكن نعمل هنا شغلة عشان توفر علينا في الشغل، نيجي نحكي مثلا تمت البرمجة قبل، تحط اسم الموقع تبعك بحيث تكون كدعاية لإلك يعني. أوبس نعمل حفظ، ونقدر نجي نعمل تحديث على الصفحة. نقدر نشوف الويب سايت اللي عندنا، طريقة حلوة وجميلة. بتقدر طبعا تلعب دائما في المحتوى اللي عندك. شيل النقطة هاي إذا مستفزتك ممكن تشيلها. فهيك احنا بنظبط تقريبا معظم الأمور بطريقة بسيطة بما يتعلق باللوجو. المنيو الموجودة هنا طبعا ممكن نعدل عليها ونظبطها. فينا أيضا الفوتر اللي احنا شايفينها تحت. فهيك انت ضبطت البراند نوعا ما بحيث انه يعني صارت طريقة أجمل، طريقة أحلى. طبعا في عندنا بعض الأمور بحاجة لضبط، في زي CSS files مفروض يكون موجودات، لكن يبدو for some reason مش مرفوعات على الويب سايت، فبحاجة إنك تشوف هذا الخلل. ممكن نورجيكم كيف أيضا نحلها. في ايضا هنا ديفولت سيتنجز مفروض انه يتم تعديلها وتطبيقها على الويب سايت بحيث انه ما ينقص عندنا ملفات او محتويات من داخل الثيم اللي احنا بنستخدمها. ففي بعض المشاكل ممكن تظهر منك اثناء العمل، يعني هاي امور تكون عارف انه في بعض المشاكل ممكن تنحل. فالحل من خلال الذهاب الى CSS generator تروح تتحقق من كل البيانات، تعمل انشاء ملف.
اوكي ممكن يعطيك هذا الخلل، في هنا مولد للبيكري ستايل، ممكن نختار برضو الستايل اللي احنا بدنا اياه او اللي احنا عايزينه. ونتأكد ان المشكلة الموجودة عندنا تم معالجتها بنجاح. هاي الان كل شيء تمام، الايكونز ظاهرة بشكل احترافي. اوكي هلا بالنسبة للمنيو، بالنسبة لتظبيط الخطوط، هاي امور ان شاء الله راح نشتغل فيها ايضا في الدروس القادمة.